دكتور السؤال الاول عن الاخت ام عمرو بتسال عن راي الدين في امراه لم تلتزم بعد وفاه زوجها او بعد الطلاق الله اعلم يعني بمساله العده. هو اولا شكرا لاختنا او ابنتنا الكريمه ام عمرو على سؤالها وتحريها يعني وجه الشريعه او وجه الحق في تصرف بعض من تعرف من النساء، ولا سيما اذا كان السؤال لا يخصها هي. وقد يسال السائل السؤال ليفقه غيره، كما جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام واخذ يسال الرسول عليه الصلاه والسلام اسئله، وبعد ما الرسول اجابه يعني خرج، فقال رسول هذا جبريل اتاكم ليعلمكم امور دينكم، او كما جاء في الحديث الصحيح حديث المشهور ما الاحسان ما الايمان ما الاسلام متى ساعة وكذا. النقطه الثانيه في هذا السؤال، المراه في عده الوفاه تختلف عنها في عده الطلاق، المراه في عده الوفاه تختلف عنها في عده الطلاق. عده الطلاق ولا سيما الطلاق الرجعي طلقه اولى وثانيه لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت حتى تنتهي العده، لقوله تعالى سوره النساء الصغرى واسمها الاشهر سوره الطلاق، يا النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرج بارادتها ولا يخرجها زوجها برغم عنها، تبقى في البيت طول فتره العده لاتاحه الفرصه للرجل اذا كان يتجاوز منه يراجع نفسه، اذا كان الخطا منها يراجع نفسها وكذا. انتهت العده ولم يراجعها وما زال مصر بتخرج، ده عده الايه، وهو طبعا ما زال عقد الزوجيه ما زال قائم ويلبي لها مطالبها ويقضي لها حوائجها في عده المطلقه، سواء كانت عدتها بالحيض او عدتها بالشهور ثلاثه اشهر. انما عده المتوفى عنها زوجها عدتها اربعه اشهر وعشره ايام لقوله تعالى في سوره البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره، تخرج عشان تقضي مصالحها لان فقدت العائل لها، فقدت فتخرج عشان تلبي تحقق مصالحها وتقضي حوائجها، لكن تخرج بالنهار، ولكن اذا جن عليه الليل تمكث في بيت الزوجيه اللي بلغها في خبر الوفاه وتعتد فيه، وبالتالي تترك ذلك الحداد. اذا كانت بتخرج لقضاء مصالحها لا حرج عليها والاسم عليها في ذلك، لكن ترجع البيت تقر فيه. كلنا بتاخر واحد من اثنين، يعني عندها علم ليس عندها علم، عندها علم يبقى تعتبر اثمه، ليس عندها علم تعلم. واختنا السائله ام عمرو اذا كانت تعرفها وليست هي صاحبه الحاله تقول لها والله الاصل انك انت في فتره العده الاربع اشهر و10 ايام انك تمكثي في بيت الزوجيه اللي بلغتك فيه الوفاه خبر الوفاه وبلغ فيه النعي، وتخرجيش الا بالنهار لقضاء مصالحك وتلبيه مطالبك فقط، وبعدين يدخل عليك الليل تكوني تقر في البيت هكذا. يبقى يا اما ان عندها علم او ليس عندها، ليس عندها علم تعلم، عندها علم تذكر، والقران يقول والذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، والنصيحه الدين النصيحه، قلنا لمن رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين عامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كانت تعلم انه لا يجوز لها انها تبات برا، لا اذا كانت تعلم انها لا يجوز لها انها تبات برا ولا يوجد عندها ضروره شرعيه، لان سال ورد عندنا سؤال في هذا البرنامج المبارك مره قبل ذلك ان امراه توفي عنها زوجها وهي وحيده لا يوجد معها احد ولا تامن عن نفسها، فهل ممكن تنتقل الى بيت اخر تامن في عن نفسها؟ نعم يجوز، دي ضروره. فاذا لم تكن هناك ضروره شرعيه وهي تعلم انه لا يجوز لها ان تبيت برا فهي اثمه، وذنبها لعلها تعلم هذا ولعلها تراجع نفسها، والحديث يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام.